اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم اسامة سامي. وفي الفيديو ده هعرفك طريقة ايقاف المجموعة مؤقتا في الفيسبوك، او بمعنى انك تعملها حذف، بس حذف مؤقت، فينفع بعد كده ان انت ترجع المجموعة وتعيد تشغيلها مرة تانية. علشان تعرف الطريقة تابع معايا الشرح للنهاية واعمل لايك للفيديو. ولتعطيل مجموعة على الفيسبوك بشكل مؤقت بتفتح فيسبوك، بعد كده بتدوس على الثلاث شرطات اللي تحت بعض، بعد كده بتختار المجموعات، بعد كده في شريط عندها فوق خالص بتختار منه مجموعاتك، فبعد كده بتظهر معاك الصفحة اللي انت شايفها دي، فبتنزل تحت وبتروح على قسم المجموعات التي تديرها، فبتلاقي عندك مجموعاتك فبتختار المجموعة بتاعتك، فانا اختار المجموعة دي. بعد كده بتدوس على كلمة ادارة اعمل لك عليها سهل، بعد كده بتظهر لك الصفحة دي فبتنزل تحت خالص، وبعد كده بتلاقي عندك ايقاف المجموعة مؤقتا فبتدوس عليها. بعد كده بيطلب منك ان انت تختار السبب اللي انت عايز تعمل علشانه ايقاف للمجموعة، فبيسألك هنا لماذا تريد ايقاف هذه المجموعة مؤقتا، فبتختار السبب، فانا ادوس مثلا عدم وجود نشاط، بعد كده ادوس على كلمه متابعه، بعد كده متابعه، بعد كده بتظهر لك الصفحه دي، ومن خلال الصفحه دي ينفع انت تعمل مده معينه تعمل فيها ايقاف للمجموعه. يعني مثلا ممكن اعمل ايقاف للمجموعه 3 ايام 4 ايام زي ما انا عايز، فانا مثلا ادوس على اختيار تاريخ ووقت الاستئناف، فبتختار مثلا عندك تاريخ الاستئناف اللي هو التاريخ اللي انت عايز تنهي فيه ايقاف المجموعه مؤقتا، فانا مثلا النهارده 25 فانا هخليه اللي هو بكره اللي هو 26. بعد كده بظبط الساعة عندي اخليها مثلا على الساعة 1:30 مساء، بعد كده بدوس حسنا كده التاريخ والوقت اتعدل معايا، بعد كده بدوس على كلمة حفظ، بعد كده بدوس على ايقاف المجموعة مؤقتا. طبعا انت لو مش عايز تعمل التايم او تظبط الوقت بتاعك، فانت ممكن تدوس على ايقاف المجموعة مؤقتا على طول، فدوس على ايقاف المجموعة مؤقتا، وكده تم ايقاف هذه المجموعة مؤقتا، وكده المجموعة عملت لها ايقاف مؤقت. طب لو عملت ريفريش زي ما انت شايف، نزلت تحت كده تلاقي عندك بدل ايقاف المجموعه مؤقتا تلاقي اداره مجموعه متوقفه مؤقتا. ده لو انت عايز ترجع المجموعه تاني وترجعها تشتغل تاني، فتدوس على الاختيار ده، بعد كده بتدوس على استئناف النشاط في المجموعه، وبكده انت شغلت المجموعه ورجعتها شغاله مره تانيه. وبس كده، دي كانت طريقه ايقاف مجموعه مؤقتا على الفيسبوك. لو عندك اي مشكله او اي حاجه عايز نشرحها اكتبها لي تحت في التعليقات. مع السلامه.